بسم الله، هنبدأ المرة دي بقى. خلاص خلصنا كل العمليات بتاعة الكانتري، عايزين نبدأ نشتغل بقى على الايه، على الكاستمرز. ما تنساش ان الكاستمرز بالنسبة لنا اري داخلية او اري في اوبجكت. فأول حاجة هكرييت كاستمر. عشان اكرييت كاستمر معناها ان انا عايز ابوش جوه الاري الخاصة بالكانتري. فانا ناديت على الكانتري كاستمرز عادية، بس طبعا هقول له ابديت 1. خلاص مش هعمل بقى فايند 1 اند ابديت، انا هعمل ابديت 1 عشان اغير، لان كده كده انا برضو لسه ما زلت بعمل ابديت، لان انا بقاد حاجه في الايه، في الريكورد اللي نزل اصلا وليه اي دي بتاعي. فهقول له اول حاجه طبعا لازم يكون الكونديشن بتاع ان الاي دي الاندرسكور اي دي يكون زي الريكوست دوت بارامترز دوت اي دي. بعد كده بعمل حاجه اسمها بوش. اللعبه بتاعتنا المره دي بوش دي عشان اقعد على الايه، على الاري الموجوده. فعملت بوش وبدات فتحت من الاول جديد، وجيت قلت له ايه، لازم احدد اسم الكاستمرز اللي هي اسم الاري اللي انا عايز ابوش فيها، لان ممكن يكون نفس الريكورد فيه اكتر من اري، فلازم احدد. فحددت ان هي كاستمرز. خلاص حلو جدا. وبعد كده ابعد بقى الداتا واحده واحده. يعني مثلا اقول له كاستمر انه، واقول له ريكوست دوت بادي دوت هات الكاست انه اللي جاي طبعا عندي من البادي، كوما اخد منه كوبي واعمل الكاستمر نيم. هغير على طول الكاست نيم، وهنا برضو اظبط الكاست ايه، الكاستنين بيست على طول، اظبط الايه اللي بعديها كان ايه مش عارف، بعديها كان التايتل، وغير برضو بادي التايتل بتاعي. بعديها كان بعد التايتل الايميل تقريبا، الايميل اخدت بيست على طول، اغير الايميل مظبوط، يبقى الايميل بيساوي الريكوست دوت بادي دوت ايميل. بعدها الجندر ممكن نغير على طول كده بالكنترول والدي، ماشي كنترول دي، واقول له بقى الفون تمام. بعد كده الجندر تمام، وبعدين كانت ايه الريكوايرد ولا ايه مش عارف، الكاستمر ايمج ماشي. خلينا ناخد الكاستمر ايمج دلوقتي كده كانها عنوان، بس طبعا ده بالنسبه لنا مش صح، احنا عايزين نبعتها لوحديها. فانا يعني هوقف، فاضل لي مين اللي هي بلوكد، ودي بالنسبه لنا بلوكد ماشي، بس دي هتيجي معانا من ريكوست دوت بلوكد. لو عايز يبعتها، لا احنا مش هنخليه يبعتها، دي ما حدش بيحدد، انا هديها فولس دايما، دايما مش بلوكت. اي حد بيشترك معايا مش بلوكت، انا فيما بعد اقدر اعمل له بلوك او مش بلوك. مثلا في كده لا تمام، ادي الايه نهايه الايه، من هي كذا مره مظبوط تمام كده اهو. انا هعمل ابديت 1، هبدا بقى اعمل الايه، طب ما كول باك فانكشن لازم اعملها فوق، يعني اعمل كوما واحط الكول باك فانكشن بتاعتي. ايوه هنا الكول باك فانكشن بتاعتي هتاخد لو كان في ايرور حصل، واجيب بقى الريتيرن اجيب الايرور والريسبونس من فوق من اي حته بسرعه، اف ايرور ريتيرن الايرور والريسبونس بتاع الاستاتس بتاعتي ان الداتا مظبوطه تمام اوكي. وهقول له الكاستمر created successfully مثلا، كرسالة هترجع في الريسبونس لما الكاستمر يحصل له اضافة. يعني تقريبا كده تمام، خلصنا. ممكن نتست الكلام ده، مفيش حاجة تانية متهيألي، كله تمام. كاستمر كرييت، نرجع بس نشوف اليو ار ال بتاعها بيظبط ازاي. على اد كاستمر وسلاش الاي دي، اد كاستمر وسلاش الاي دي. طبعا الاي دي ده خد بالك ان ده الاي دي بتاع الكانتري اللي احنا هنضيفه فيها، اللي احنا هنضيفه ايه فيها، هنبقى عامل له بوش على الاري اللي موجوده. بس المهم الاي دي في انه بلد هيحصل له بوشنج، في انه ايه، في انه بلد. فعملت نيو ريكوست، ده اسمها اد كاستمر طبعا تو كانتري، وطبعا هحطها في البنك بي اي، وممكن ناخد كوبي من اي يو ار ال بتاع اي حاجه قريبه ماشي، واروح على الفانكشن بتاعتي طبعا. هنا بعمل سند
بيجيب لي نال لان ما كانش فيه البلد دي، كانت حذفناها. ما بقاش عندي غير بلدين اللي هما ايجيبت وسعودي اريبيا، مفيش مشكله. ادي الاي دي بتاع بلد من البلاد اللي هي موجوده لسه موجوده عشان ابش فيها داتا. وتعالى نجيب بقى الباقي دي اليو ار ال بتاعنا على اد كاستمر. تمام، احطه قبل الايه الاي دي وسلاش على اد كاستمر. مظبوط، والاي دي اللي احنا حاطينه. تمام، سلاش بس وسند. لا نضيف الداتا بقى، نحدد ان هي بوست، ان هي بوت مش 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 بوست. والبادي بقى نروح نبعت فيه بقى ايه بقيه البيانات اللي احنا عايزين بتاعت الشخص بالكامل اللي احنا عايزين نبوشها، اللي هي ايوه الكاستمر انه كاستمر نيم والتايتل والايميل والفون والجندر والكلام ده كله. انا هحط افتح البادي واحدد ان انا يو ار ال انكودد، وافتح بس كده ايه اول حاجه الكاست ان او، احط اي رقم ماشي 7 وحاجة ولا حاجه، واجيب الكاستمر نيم مثلا عادل صبور مثلا، واجيب ايه تاني التايتل، التايتل مثلا مستر، بعد الايميل احط الايميل مثلا عادل صبور @gmail.com. تمام، والفون، الفون اي رقم، وبعد كده الجندر ميل، لازم يكون ام كابيتال طبعا عشان ما يرفضش. وخلاص تعال نسند الكلام ده، سند، انزل نشوف النتيجه بتاعتنا. الريسبونس، الريسبونس تحت جايب ايه؟ قال لي ترو، قال لي كاستمر كريتد سكسسفولي. اروح اشوف عندي في المونجو، افتح الكومبس واعمل ريفريش. تعال نروح على على ايه، على سعودي اريبيا ولا ايجيبت، كان تقريبا الاي دي بتاع ايجيبت. لقيت اهو في الاري في زيرو، ولقيت ادي بيانات عادل صبور والبيانات بتاعته نزلت عندي وما فيهاش مشكله. يبقى كده بالنسبه لنا عملنا اضافه كاستمر وخدنا فكره البوش في الاري اوف اوبجكت اللي موجوده عندي. تعال نضيف واحد تاني مثلا اخره نغير 2 وخليه مثلا اسلام بهاء، خليه مستر زي ما هو مفيش مشكله. ونغير الايميل، انا شلت الايميل خالص مش كده، ممكن نضيفه بالترتيب مش هيفرق، يعني الترتيب في في السند مش هيفرق، هو اهم حاجه اللي بيماتش الفيلدز مع بعضها. غير رقم التليفون باي شكل، الجندر ماشي، ونحط الايه الايميل مثلا اسلام مثلا مراد @gmail.com مثلا. وتعالى نعمل سند، تعال نعمل هنا ريفرش على الكومباس، وتعال نشوف الكاستمرز بقى. عندي كاستمر الاولاني اهو ده عادل عمل له حصل له بوش، ونفتح الثاني بقى دي اسلام بهاء اهو موجود عندنا. وكده ضفنا اكتر من كاستمر جوه الاري اوف اوبجكت.